السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2020. طبعا توقيت القاهرة وباقي التوقيتات هتلاقيها في آخر الفيديو. بالنسبة للمباريات عندنا 3 مباريات في الدوري الألماني، هما ده الدوري اللي بيتلعب بس لحد دلوقتي. وعندي مفاجأة كويسة ليكم، إن الدوري الأسباني هيتلعب بإذن الله تعالى يوم 8 يونيو القادم، خلاص اتوافق عليه بإذن الله تعالى. الدوري الألماني عندنا مباراة بين شالكة وأوكسبورج في الأسبوع 27، المباراة ميعادها الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة أو 1:30 ظهرا، وهتتذاع على قناة بي إن سبورت 1، والمعلق هيكون سوار الذهب. المباراة التانية هتكون بين ماينز ولايبزيج، وميعادها الساعة 3:30 مساء أو 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة 27 أيضا، والقناة الناقلة هي بي إن سبورت 1 والمعلق محمد بركات. وآخر مباراة معانا في الدوري الألماني في الأسبوع 27، وآخر مباراة معانا في اليوم ده أصلا، كولن هتلعب مع فورتونا دوسلدورف في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة غدا بإذن الله تعالى الأحد 24 مايو، القناة الناقلة بي إن سبورت 1. أنا معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملك الفيديو، وبأكد إن باقي التوقيتات هتكون بعد ما أخلص كلامي حالا دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متابعينا الكرام. الفيديو هيكون بتوقيت مصر باذن الله تعالى او ليبيا، وهو ليبيا طبعا والسودان وبلاد الشام، فلسطين طبعا والاردن وما جانبها. لو عاوز توقيت العراق او مكه او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعه، يعني لو 5 مساء تبقى 6 مساء. لو عاوز توقيت الامارات او عمان من فضلك اضف ساعتين، يبقى 5 مساء تبقى 7 مساء. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعه، يبقى لو هي 5 مساء تبقى 4 مساء. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين، فهي لو هي 5 مساء تبقى 3 مساء. شكرا لكم على حسن المتابعة، ويلا بينا نبدأ.